السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الدرس التاسع والأخير في الجزء الأول من الدورة التثقيفية للمرضى في العلاج الروحي، وهي بعنوان معوقات العلاج أو من أسباب معوقات العلاج. يأتي المريض يشتكي عند الراقي: ماذا يا شيخ؟ أرى الجن، انظر ماذا وجدت في البيت، تميمة، وجدت سحر، هذا الماء صورت الماء مسكوب على باب البيت. تعامل الراقي يكون مع هذه الحالة كيف؟ يقول: هذه علامة السحر واضحة، يلا نبدأ أقرأ آيات السحر. لما ألقوا قال موسى ما جئتم بسحر إن الله سيبطله، يلا الآية الأخرى، اقرأ سورة الفلق، خذ هذا البرنامج افعل. طيب واحد قال: يا شيخ انظر يعني يدي ماذا حدث فيها، أنا قوي، وأنا واحد تكلم فيه وأصابتني عين، هذه إصابة عين، نعم تعالج. يبدأ الإنسان في العلاج ما انتهى، يذهب عند الراقي الآخر، الراقي الثالث، الرابع، الخامس، العاشر. طيب لماذا ما يتعافى؟ هناك أسباب، إرادة الله سبحانه وتعالى أولا، لكن لماذا؟ في شيء يمنع. ما هو الشيء الذي يمنع؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نقول: ما هي معوقات العلاج؟ بعضهم أصبحنا نسأله ابتداء: تعمل؟ يقول: نعم أعمل. ماذا تعمل؟ قال: أعمل في بنك. أعمل في بنك يعني ربا، يعني حرام. إذا الناس تساهلوا في هذا الأمر، يذهب يعمل في هذا العمل، وغير هذا فأذنوا بحرب من الله. حرب، من الذي يحاربك؟ الله سبحانه وتعالى. طب أنت تأتي حتى يقال: يا رب تشفي فلان، يا رب تعافي فلان. الله يكلك إلى نفسك، يعني هذا سبب من أسباب معوقات العلاج. وكم من الناس تركوا مثل هذه الأمور، يقولوا: سبحان الله يا شيخ والله تعافيت. نقول: هذا الله سبحانه وتعالى ابتلاك حتى يعافيك. طيب الناس الذين يعملون، ونقول: الله سبحانه وتعالى يملي للظالم يعطيه، وللكافر حتى إذا أخذه لم يفلت، لكن أنت الله سبحانه وتعالى أراد بك خيرا، يعني ابتلاك بهذا البلاء حتى ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. من معوقات العلاج مثلا سرقة، جاءني أحدهم ذات يوم وأقرأ عليه، يعني حالته صعبة، يعني فلما نتكلم معه قال: يا شيخ، قلت له: ايش تعمل؟ قال: أنا صراحة سارق تسرق. طيب كيف تريد الله يشفيك؟ توب من السرقة. قال: يا شيخ والله يعني رد الأموال التي أخذتها. قال: يا شيخ أنا أسرق سيارات، شاحنة سرقناها فيها التيرات أو العجلات الكفرات تبع السيارات الكبيرة. قال: شاحنة بكبرها. قال: معي عصابة، قال سرقناها، نسرق هذه، نعيش على هذا. طيب الآن الله سبحانه وتعالى أوقفك في هذه المحطة حتى تتوب وتاب إلى الله، على عهد به أنه تاب إلى الله وترك هذا الأمر. وجاءني بعد فترة وعنده لحية وفي وجهه نور، قال: يا شيخ أبشرك، لكن ما أدري، كانت تقريبا تلك السرقة كان قيمتها 70,000، بعناها قال ب70,000، قيمتها أكثر من هذا بكثير. قال: ماذا أصنع؟ قلت له: كل ما جاءك مال اخرج وتصدق واستغفر الله سبحانه وتعالى كثيرا، خاصة أنك ما تعلم من صاحب هذه السيارة، ولكن افعل هذا الفعل لعل الله سبحانه وتعالى يفرج عنك. طيب وآخر يقول: يا شيخ أنا مثلا أتعاطى مخدرات أو أفعل كذا أو أفعل كذا. طب هل هذه الأمور تمنع من أن يرقى؟ مثل ما قلنا الكافر يرقى لا يمنع، لكن هذه من معوقات العلاج. الكافر قد ترقيه لأنه ما يعرف الله، ما يعرف الله. والمشرك الذي يعبد الأصنام وغير ذلك أو يدعو غير الله سبحانه وتعالى قد يمن الله سبحانه وتعالى عليه بهداية وشفاء حتى يعود إلى رشده. الله سبحانه وتعالى له حكمة في خلقه، له حكمة في خلقه. ومنها أيضا الغش وأكل الحرام، الغش وأكل الحرام. إذا تكلمنا عن الغش يعني قس يعني أمور كثيرة في البضاعات التي تأتي مثلا مستوردة هذه، وتكون يعني خامتها ونوعيتها رديئة وسيئة، ثم يأتي هذا البائع يقول: والله عندي بضاعة وهذه يعني من أفضل الأنواع، أو يقول: والله هي علي بكذا، ينفق شريعته بالحلف الكاذب، يأكل حرام والعياذ بالله. وكذلك ما يقع من معوقات العلاج من
مثل ما ذكرنا من قبل، الوقوع في الشرك وغير ذلك، ودعاء غير الله سبحانه وتعالى، أو الذهاب للسحر وغير ذلك. وأيضا منها عقوق الوالدين، عقوق الوالدين، وذكرنا قصة، وهناك قصص كثيرة والله في هذا. ويأتون المرضى، تأتي الواحدة مع أمها وأبيها، وأنت تقرأ عليها تجدها تقوم تصرخ على أمها، ليس من الذي فيها تربيتها هكذا. حينما نسأل يقول الشيخية هكذا، ما عندها احترام لنا، وتسيء إلي أنا أمها، وتسيء إلى أبيها، وتمشي بعقلها. وبدأ ينتشر هذا الشيء في زماننا هذا. نقول هذه عقوبة العقوق، عقوق الوالدين. وأذكر أحد الشباب جاء مع أمه وقالوا مسحور، وقرأنا عليه. قلت لهم يا جماعة، قلت لهم والله أنا ما أرى إلا أنه فيه سوء تربية، وأنكم أنتم دلعتم هذا الشاب. قالوا صحيح. ذهبوا يبحثوا عن الرقية، عن الرقية. الآن تأتيني رسائل أمه تقول والله الحمد لله من وقت ما بدأ رجع إلى الصلاة والتزم بها، بدأ يعني يستمع لكلام أمه وكلام أبيه، وبدأ يلتفت إلى دراسته. قلت إذن لا يوجد سحر، إذن لا يوجد كل هذا الذي كنتم تقولونه، لأنه توفيقك يا عبد الله في مثل هذه الأمور. كم من الناس وجدناهم قاطعوا آباءهم وأمهاتهم وأرحامهم بدون مسألة الرقية، أو بدون أن مثلا هؤلاء سحروهم أو أصابهم، لا، تربيته هكذا. فإذا سألت المريض يقول نعم، من زمان أنا أعيش على هذا، ما أحد يرفع صوته عليه، مش يعني ليس فقط والدي أو والدتي، أي أحد. وأيضا ظلم الناس، ظلم الناس، كم ممن رأينا من الحالات من معوقات علاجه أنه يظلم الناس، سواء كان مسؤولا عليه أو كان لذلك الشخص حق عند هذا الشخص وأكله حقه، فيدعو عليه ذاك المسكين المظلوم، يا رب خذ لي حقي من هذا. قد يصاب بعين ما يخرج منها، قد يصاب بسحر ما يخرج منها، قد يتسلط عليه مس ما يخرج منه. إذن هنا الإنسان لابد أن يتنبه. أيضا من معوقات العلاج أن الإنسان يبدأ في العلاج ويشتد في العلاج لكنه مقيم على المعاصي، يعني يتفرج في التلفاز في المقاطع المحرمة. حينما أقول محرمة الإنسان قد يظن أنه يعني مقاطع خليعة، لا، أي شيء حرمه الله سبحانه وتعالى وإن رأيته أنت أنه مباح حلال. نظرك إلى النساء في التلفاز محرم، ونظرك أيتها الأخت إلى الرجال محرم، إلا لما دعت إليه الحاجة، كدرس مثلا أو موعظة أو فائدة علمية أو غير ذلك. وإذا تحولت هذه النظرة إلى شهوة محرمة، إذا تحولت هذه النظرات إلى ذلك الشخص ليس إلى كلامه، وجدت شيء في قلبك تترك مباشرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن هناك وجدنا بمن كانوا يتلقون العلاج عندنا، يعني امرأة تتفرج في المصارعة الحرة والرجال بالقطعة الصغيرة هكذا، تتفرج في ماذا، تنظر في ماذا، تقول مغرمة بهذا ما تستطيع، وغير ذلك، قس على غير ذلك. والرجال تجدهم ينظرون في البرامج الرياضية، وكيف المرأة التي تلبس ملابس الرياضية الضيقة وهي تقوم بتمارين الصباح تمارين المساء، ويقول لك أنا أريد أنظر في هذه التمارين حتى أتمرن مثل هذه وأستفيد من هذه التمارين، وكيف ماذا نأكل وماذا نشرب. نقول خطأ وحرام استمرارك في مثل هذه الأمور، وفي الغيبة وفي النميمة، كل هذه الأمور من معوقات العلاج. لهذا دائما نذكر المريض أن يبحث ما هي الأشياء التي تعطل عليه علاجه. طبعا سوء الظن بالله سبحانه وتعالى والاستعجال في الدعاء أيضا من معوقات العلاج. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. كيف يا رسول الله؟ قال يقول دعوت دعوت فلم أروا استجاب لي. وواقع كثير من المرضى تقول له ماذا فعلت من برامج، يمكن هو ساكت ما يتكلم، يقول لك أوه والله يا شيخ كل البرامج فعلتها، كل شيء فعلته، ويعني خلاص. طيب ادعو الله، يقول يا شيخ أنا دعوت الله ما في أحد دعا مثلي. طبعا كذاب، بس هو يرى أنه ما في أحد دعا الله مثله.
يقول يا شيخ أنا فعلت وفعلت ودعوت 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 وذهبت إلى مكة وطعلت المدينة وذهبت إلى وصلت إلى القدس بالفعل. هناك إخوة قالوا ذهبنا إلى القدس، كان يعني يستطيعوا يذهبوا ليسوا من هذه البلاد، قالوا ذهبنا حتى إلى القدس ما وجدنا فائدة. نقول هذا الكلام من معوقات العلاج. والله لو كل مريض يعلم أن دعاءه هذا قد وصل إلى الله سبحانه وتعالى وبنيت له قصور في الجنان هناك ودفع عنه بلاء وشر كان نازل عليه لقال الحمد لله، يعني أنا من أسعد الناس. لهذا أيها الأحبة، معوقات العلاج كثيرة، فيعني بإذن الله تعالى ستطرح. صعب نطرح كل شيء الحقيقة، لكن الإنسان لو بدأ يفتش على مثل هذه الأمور وبدأ يتخلص منها سيرى عجبا في حالته العلاجية وفي تداويه. وأكبر هذا الوقوع في ماذا؟ في المعاصي بحجة أنه مسحور وأنه ممسوس وأنه معيون وأنه كأنه رفع منه القلم، يبدأ يخطئ. بعضهم هكذا يقول لك أنا مسحور، يخطئ على هذا، على أمه وعلى أبيه، قال لأني أنا مسحور، على زوجته يفعل الأفاعيل وقد يضربها ويهيج، إيش قال؟ أنا مسحور. صحيح أنه مسحور، لكن لابد أن تضبط نفسك، وتهيج المرأة على زوجها في هذا الأمر، أمور كثيرة تحتاج إلى تفصيل، ولكن هذا مختصر حتى يبدأ المريض قبل أن يبدأ في العلاج يرى هل هو يأكل حرام، هل هو يأكل في الربا، هل هو يسرق، هل هو يغش الناس، هل هو يغتاب، هل هو يسخر من الناس ويستهزئ من المرضى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون بهذا قد أعطينا مقدمات في هذه الدورة يحتاجها المريض الحقيقة حاجة ماسة، حتى بعد ذلك ندخل في الجزء الثاني بإذن الله تعالى من الدورة، والتي هي فيها المرحلة العلاجية الفعلية والتشخيص وبعض العلاجات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم، وأن يكتب أجر كل من ترجم هذه الدورة، يجعلها في ميزان حسناته إلى يوم الدين، سواء كان ترجم باللغة الإنجليزية أو بالفرنسية. وقد تطوع أحد الإخوة الألبان قال أترجمها إلى اللغة الألبانية، وأحدهم قال أنا أستطيع أن أترجم إلى الهولندية، أو إلى واحد آخر قال إلى الألمانية، ولكن نحتاج على قدر ما تكون تلك الترجمة حتى يستفيد المجتمع في هذا الأمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.